بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله إني أحبكم جميعا في الله. روي عن الحسن البصري أنه سئل: يا إمام، ما سر زهدك في الدنيا؟ تعال واسمع إلى الحسن البصري بما أجاب. قال: سر زهدي في الدنيا لأربعة أمور. الأمر الأول: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. واحد. اثنين: وعلمت بأن لي عمل لا يقوم به غيري فانشغلت به. الثالثة: علمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية. الرابعة والأخيرة: وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. اللهم أحسن أعمالنا واختم أعمارنا بما يرضيك يا رب العالمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.